ناخذ معنا من الرياض عبد الرحمن. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرحمن، الله يحفظك يا ولدي، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عبد الرحمن حاجة. الله الله يرضى عليك وعلى والديك يا عبد الرحمن. شكرا جميل هذه يا عبد الرحمن، أسأل الله يحفظك بحفظي. أنت تشارك معنا قبل كذا ولا أول مرة تشارك معنا يا عبد الرحمن؟ لا أول مرة شيخ. عشان كذا أنا أقول الصوت هذا الجميل هذا أول مرة أسمعه. عبد الرحمن الله وين وصلت في الحفظ يا عبد الرحمن؟ الجزء السادس. السادس؟ يعني نعم. أي يعني متجه إلى سورة ياسين ها؟ لا أنا في مرحلة السورة. إيه يعني متجه إلى الزمر إلى فمن أظلم جزء السابع. عبد الرحمن قراءتك رائعة، ربنا أعطاك صوت جميل، موهبة جميلة، الحروف عندك رائعة. لا تترك القرآن يا عبد الرحمن. جزاك الله خير. استعن بالله واستمر، وخلينا في يوم كده من الأيام تشاركنا وتقول أنا ختمت اليوم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى حفظا متقنا. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن وفي والدك وفي والديك يا ولدي، ما شاء الله تبارك الله، الله يزيده. طيب بعد قراءة عبد الرحمن هذه الجميلة الرائعة التي حقيقة يعني أنا أنبهرت بقراءة عبد الرحمن، عنده قفلات الآيات بديعة جدا ما شاء الله تبارك الله.